عسلامة عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم دون ما نوفيل شين يوتيوب سي على سيرينيتي. انا سيرين، عمري 21 ونقرا بودولوجي في سوسة، وانا من صفاقس. دونك سي بور سا نتاك قاعدة نصور لكم في الفيديو في بيتي في سوسة، مش قدام بيبليوتيك متاعي في صفاقس، خاطر الكتب متاعي كل في صفاقس. جوست هنا نجيب لو نيسيسار، الكتب اللي تو ما قريتهم وانا الكتب اللي نحبهم برشا. دونك سي على سيرينيتي، اخترت الاسم هذايا على خاطر هذوما زوز كلمات نحبهم برشا، خاطرني انا العباد الكل لي بروش نتاعي الكل والعباد اللي نحبهم على الاخر يعيطوا لي سي. وسيرينيتي خاطرها كلمه بوزيتيف، سي لو كالم لا ترانكيليتي لا كونفيونس ان سوا. دونك تقولوا انتم علاش حبيت تعمل شين يوتيوب؟ والله انا عندي برشا نقرا الكتب ديجا ملي انا صغيره على الاخر، غرمني بابا وماما كيف كيف، زاد ديما يشوف لي كتب وديما نقرا. اما انا عمري ما خممت اني نعمل شان يوتيوب. دونك انا ديما نتفرج في اليوتيوب ونقرا معناتها ندخل لي فلوغ وكل، اما ما خممتش فيها الحكايه جمله قبل. في نهار من نهارات قعدت لي كملنا نتفرج في اليوتيوب، نتفرج في لي بوكتيوبرز، يا اخي جات لبالي الفكره، قلت بوركو با كهو يا اخي. مشيت حطيت في الجروب نتاعنا اور ريدينغ كلوب، حطيت ستاتيو، قلت خليني نشوف العباد شنو باش يقولوا لي، معناتها كي نقول لهم هكاك كهو يا اخي. بالحق ما صدقتش نهارتها، خاطرني لقيت عباد ميم با نعرفهم ميم با يعرفوني هما، زاده خليو لي دي كومونتير يشجعوا فيا، اي فازي اون فوز اتون وكل شيء، معناتها قالوا لي ما تخافش واحنا معاك وكل. بالحق عباد عمري ما عرفتهم في حياتي، عمري ما ريتهم، شجعوني هكاك وحسيتهم واقفين معايا على الاخر في الحكايه. دونك قلت بوركو با، معناتها علاش انا قاعد ديما خايفه منها الحكايه وديما رفضتها. قلت اي حتى انا نجم نعمل شين يوتيوب ونعمل الحاجه اللي نحبها. دونك زاد علاش انا حبيت نعمل شين يوتيوب هذه، على خاطرني نتمنى بالحق في نهار من نهارات نوليو في تونس كيما في الاوروب. كيفاش كيما في الاوروب؟ في الاوروب العباد الكل تقرا بارتو، في مترو، في التران، قدام البحر، في كرهبة، في سال داتونت عند ميدسان، ما يضيعوش وقت، معناتها ديما يقراو الكتب وديما معناتها صغار كبار تلقى في دوم كتب يقراو فيه. دونك نتمنى بالحق على الاخر لو كان نوليو حتى احنا كيفهم ونوليو بالحق امة اقرا. دونك زيدا حبيت نعمل شان يوتيوب هذيا زيدا على خاطرني انا اكثر حاجه نحبها في حياتي هي الكتب. بالحق انا نوصل الكتاب كي نبدا نقرا فيه ماني نحبه بالحق، وزيدا نشيخ كي نبدا نحكي على كتاب ولا نحكي مع عبد يحب الكتب، والا نبدا نفسر العبد الكتاب هذاك على شنو حكا ولا ولا شنو الحكايه بتاعو وكل. دونك قلت هذه الحاجه انا لو كان باش نبدا نحكي للعباد على الكتب، معناتها هذه حاجه انا باش تفرحني على الاخر وباش نشيخ مش نشيخ بها معناتها. دونك سي بور سا قررت اني نعمل شين يوتيوب هذه. باهي حاجه اخرى، في الفيديو هذايا باش نقول نوريكم الكتاب اللي نقرا فيه الايامات هذايا، اللي هو الكتاب اسمه لامور دور 3 ans نتاع فريدريك بيكبيتر. الكتاب هذا يحكي على رجل اسمه مارك ماروني اللي عنده تيوري تقول اللي لامور دور 3 ans. لا باسيون ديفور لا بروميير اني، لا دوزيام اني سوفي بلوتو سور لو سور لا مود دو لا تندريس، اي لا ترويزيام لي مي انونس لا فان دو لا تيوري دو لا ريلاسيون بلوتو. دونك الكتاب هذايا تحفون بلوز او موان، خاطر تما ما نجمش نقول لكم عادي تحفون ولا، خاطرني ما كملتوش معناتها. دونك الكتاب هذا مقسم لدو بارتي، بارتي فيها الرومان الحكايه نتاع الكتاب، وبارتي الثانيه فيها السيناريو نتاع الفيلم، خاطر الكتاب هذا عملوها فيلم ديجا. ما ننصحكمش انكم تبداو تقراو الفيلم تتفرجوا في الفيلم قبل، لازمكم تقراو الكتاب قبل، ديما تقراو الكتاب قبل. دونك الكتاب هذا حسب ما لاحظت اللي فيه برشا دي سيتاسيون ياسر مزيانين، الحكايه بلوز او موان معناتها ماهيش ياسر طايره، اما تحفون الكتاب سافا معناتها ننصحكم باش تقراوه. العباد زاده اللي قراتهم ما تنساوش باش تخليولي كومنتير وتقولولي تعطيوني رايكم في الكتاب.
والعبد اللي ما قراتوش تنجم تقراه وتعطيني تقولي عليه تقولي تعطيني رايها في الكتاب. دونك الفيديو نتاعنا اليوم وفى ان شاء الله نكون عجبكم. وما تنسوش باش تابوني ربحكم في شان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو كان نجمتو. ميرسي بيان و ا تري بيانتو في فيديو جايه. باي باي.